طريقة ومكونات البيض والطماط الخصوصي، بيضتين ثلاث لو أربع حبات طماط من الكبار، يكون هامدات مستويات على الآخر ومقشرات، شويونة كزبرة، جرين فلفل جرين واحد، وخاشوقة صلصل. لبق الضوء تحت، شيء بسيط وكل شيء يباله شوي شوي، ما بهوي هوي. يلا يكريون لين ينهرس، هذا لين ينهرس مرة منه ينهرس ويغلي شرات الشرات المخ. عقوا عليه الصلصل وبعد خلوه بعد دقيقتين لين ينهرس مرة آخر شيء. يبطي ياخذ وقت، ياخذ وقت، هب مال هوي هوي، هب مال سرعة، عسب يمضى ويغلي وايد فنان، لازم تتبرضين له. يبتدي الهرس الحين، ويحطون عقب سيد مباشرة، يحطون الله يحفظكم شوية فلفل حمر وشوية فلفل أسود ومليحة. لازم هالطريقة. يبتدي الهرس الحين، ويحطون عقب سيد مباشرة، يحطون الله يحفظكم شوية فلفل حمر وشوية فلفل أسود ومليحة. لازم هالطريقة. ريحة زيت، ريحة. وحين هذا وقت صلصل. أنا ما تشوفه حفيظ، بسير خلص عاد عجزتني. يلا كل شيء ولوقت معين، ما بمال سرعة سرعة، لازم الضوء قاصرة. هبيش الوطونة هالشيء، خلص حفيظ عجزتني عيزة. هنا يحطون البيض على ما تشوفون. متى تخلي دهنة؟ لازم بين فترة وثانية تسوين هالنمون. هاي الطريقة وايد ضروري انه يعتين عيان مرة ما يبين البيض من الطماط، يغدي شرات المخ. الحين عاد على وشك تجهز الطبخ. يلا خلص حفيظ، هاي دهينة كنب، دهينة ريحة ما يكودون، وهذا الكزبرة الحين آخر شيء. أي شيء فيه ريحة وعطرية ما ينحط ويا الضو وايد، آخر شيء عسب يتم محافظ على ريحته العطرية. يلا أيوه، وهذا أبوي قلنا لكم عنه، البيض والطماط المميز. أيوه ثانك يو، ثانك يو حفيظ، ويلكم.